السلام عليكم. تعرفوا معنا على قوة الجواز المغربي وترتيبه العالمي لعام 2021. بعد أن قمنا بعمل فيديو في العام 2020 عن الجواز المغربي، كان يحتل وقتها المرتبة 66 على مستوى العالم، وقد رأينا ارتفاعا كبيرا في قوة الجواز المغربي في العام 2021، حيث سبق العديد من الدول وقد وصل لمرتبة 57 على مستوى العالم في هذا العام. ومن الدول التي يستطيع المغاربة الدخول لها من دون فيزا هي 23، وهي مقسمة حسب عدد الأيام المسموح بالبقاء فيها. والدول التي مسموح فيها البقاء إلى وقت غير محدد وهي غينيا وفلسطين وسوريا وتونس. أما الدول التي يسمح بالبقاء فيها من غير فيزا لمدة 90 يوما وأهمها الجزائر، البرازيل، ومالي، والنيجر، وتركيا، وهايتي. أما الدول التي تعطي فيزا عند الوصول إليها وأهمها الأردن وإيران ولبنان وموريتانيا ونيجيريا، كوبا، كينيا، مدغشقر، أوغندا، والكونغو وغيرها. أما باقي الدول فإما أنها تطلب فيزا قبل السفر إليها أو أنه يحظر السفر لها بسبب الوباء المعروف الذي انتشر حول العالم. ومن المتوقع في العام 2022 أن يصبح الجواز المغربي من بين أقوى 50 جواز سفر على مستوى العالم.